شو الأخبار؟ بصراحة لسه في خطر على حياة الجنين وأمه. وهذا شو سببه؟ خوف من ولادة مبكرة، وعم نحاول نسيطر على الوضع، حالتهم خطيرة. ممكن نوقف الولادة، بس إذا ما قدرنا نوقفها في احتمال نخسر واحد من اثنين للأسف. دكتور اسمعني، لا مرتي ولا ابني رح يصير لهم شيء. اعملوا كل جهدكم. لا تقلقوا، نحن بنعمل اللي لازم نعمله. أنا شو بيصير بخبركم بالتفاصيل والمستجدات. فيك تفوت لعندها شوي، بس لو سمحت لا تطول. مع البشر. ابني منيح، ابني منيح، الله يوفقك. جاوبيني على سؤالي، ابني منيح؟ حاولي ترتاحي، ان شاء الله خير. يا الله يا الله، خذ من عمري، بس المهم ابني ضل عايش. عمران عمران عمران، الله يوفقك. طمني اذا صار له شيء شو بدي اعمل؟ عمران انا السبب. انت ما دخلك. الدكتور قال لي نامي بالمستشفى، بس ما سمعت كلامه. فكرت اذا اخذت الدواء رح اتحسن. عمران انا اسفه كثير. اثنيناتكم رح تكونوا مناح. برجاكي لا تلومي حالك، لا تخافي من شيء. عمران كيف بنتي؟ الدكتور شو قال لك؟ في خطر ولادة مبكرة، بس خطرة شوي. أمي خلص، ليش عم تبكي؟ أختي رح تكون منيحة. أنا هلأ فايتة أشوفها. وقفي، رفيف مو منيحة منه، وإذا شافتك بهالحالة رح تتضايق أكثر. حاولي تكوني قوية قدامها. تمام. يلا. عمران كيف عرفيف؟ عم تتوجع أمي ومو منيحة منو. فيني فوت لعندها شوي؟ لا ما في لزوم، أما وأختها هلأ جوا. شكرا. طيب ابني. لا تحملها زيادة يا ابني، بكرة بتشوف كيف رح تحمله لابنك وتطلعوا سوا من هالمستشفى. إن شاء الله. إذا إله نصيب يعيش، وإن شاء الله أول ما تحمله بإيدك ويفتح عيونه ويطلع فيك رح يخليك تنسى كل هالأيام الصعبة. يا رب. عمران ليش ما خبرتني باللي صار؟ ليش ما خبرتني؟ مريم. في مريم؟ فكرك عند هديك المجرمة ما هيك؟ وعند البيبي اللي بس بطنه؟ بنتي. إيدين مسك رفيف، هاي ملوث بدم ابني، وانت ولا على بالك. أختي لو سمحتي، إذا بتريدي هلأ مو وقت هالحكي أبدا، وبيكفي بقى. رفيف ما دخل منوب هيك لكان. طيب ليش حضرتك ما خبرتني؟ لك رؤية يا بنتي، معقولة جاي عم تخاني بالمستشفى؟ عمران مسكوا للقاتل وسلموا للشرطة، بس ما خبر حدا، بس مشان يحمي مرته. عمران انت لقيت القاتل؟ ليش ساكت عمران؟ ليش ما بتقلون انك لقيت قاتل كرم وسلمته؟ طبعا دريت انه رفيف كانت السبب، وما خبرتنا مشان تحميها، ما هيك؟ وانا هيك لقيت. يعقوب انت كيف رح تعيش مع هالذنب عمران؟ فهمني كيف. روقينا يا مريم، الا ما يكون عنده شرح. عنده شرح بابا؟ الشرح انه الست اللي تزوجها ابنك هي السبب بموت ابني. لا تقولي هيك بنتي كرمال الله. كيف رح تعيش مع هذا الذنب بعد هلا عمران؟ كيف؟ يعقوب خد اختك ورجعوا على البيت، هالموضوع ما بينحكى فيه هون. امرك بابا، تعي. كلكم رح تتحاسبوا على اللي عملتوه بابني. مريم بس مريم والله ما رح سامحكم. خلص مريم رحت، انا ما رح تتركوا منكم. مريم بكفي.
يا رب تتلطف فينا دخيلك. عمران، مزبوط اللي قالته مريم بخصوص القاتل؟ لقيت المجرم؟ وإذا لقيته ليش ما خبرت حدا بهالموضوع؟ بهالحالة أختك عندها حق. ما فيني أحكي بابا. ليش؟ شو كانت غايته المجرم؟ شو كان بده من ابن أختك؟ أوف. ابني، بعرف إنه عندك حكي وما رح تخبي عني. يلا أنا عم أسمعك. كرم أبداً ما كان هو هدفه للقاتل بابا، الهدف كان أنا. أنت؟ بهالحالة هي القصة لها علاقة بالشغل، حتى بده يزيحك من الطريق وما نو متحمل نجاحك. لا بابا لا. قول يا ابني، احكي لي. كل شيء كرم كان مدبره. بالمصاري اللي أخذهم منك استأجر قاتل مأجور بابا. كان بده يقتلني. كيف بدك يعني أحكي هالشي لأختي بابا؟ بدي إلا أنه كرم كان بده يقتلني؟ أنا ما فيني أحكي هالشي قدام حدا. لهالدرجة الكره عبى قلبه، كرهك وكرهني. ما في إنسان بالدنيا ممكن يفكر يعمل هيك شي بعيلته، وأنت عطول اعتبرته مثل ابنك. هديك المحبة كيف صارت كره وتحولت بسرعة؟ هذا الشي اللي ما عم بيستوعبه عقلي بنوب. عملت منيح إنك ما حكيت قدامهم. هذا السر خلي بيناتنا نحن الاثنين، وبيضل معنا لحتى نموت، وبعد فترة الكل بيهدى وما منكون زعلنا حدا. وأنا لهذا السبب ما قدرت أحكي. إذا أختي دريت بالحقيقة رح تنهار أكتر. تركها تعصب مني ومن رفيف، ومع الوقت ممكن أنها تنسى، بلا ما تعرف أنه كرم كان قلبه أسود لدرجة أنه فكر يقتل خاله. خليها جواتي أحسن. هلأ رح أفحص زوجتك لنشوف إذا في أي مستجدات. طيب. كيف وضع دكتور؟ بعتذر ما قدرنا نعمل شيء، رح نولدها. شو عم بتقول؟ لسه في خطورة على الاثنين، بدنا ننقلها على غرفة التوليد مشان نكون جاهزين. صدقوني عملنا كل اللي منقدر عليه، ورح ندعي انه تمشي الامور معنا مثل ما بدنا مع البشر. امي لو صار هلأ شيء لأختي شو بدنا نعمل؟ اختك رح تقوم. نازلي لا تقولي هيك، رفيف قوية وبتتحمل. يلا روحوا ارتاحوا، أنا بستنى هون، إذا صار أي شيء بخبركم. يلا. معقول يا ابني نروح ونتركك لحالك؟ إيه معقول، وبابا تعب كتير اليوم. يلا روحوا ارتاحوا. لا أنا مستحيل أترك بنتي لحظة. أنا كمان بقى يعني هون. نازلي بكرة من الصبح عندك مدرسة، يلا خدي تاكسي ورجعي على البيت. يلا يا بنتي. لا حدا من الشباب بيوصلها. يلا نازلي. بابا نازلي بأمانتكم. تمام ابني. طيب Thank you.
دعي له عمران، ابني لازم يعيش، إذا بيصير له شيء أنا ما فيني ضل عايشة، والله يموت من بعده والله. رفيف بكفي، لا تفكري بهالحكي، أنتوا الاثنين رح تضلوا عايشين. وعدني، وعدني إذا اضطريت، وعدني إنك تختاره لمراد، وعدني. رفيف خلصنا، ليكي أنا عم بستناكم، الدكاترة طمنوني إنكم مناح ووعدوني إنتوا اثنين رح تكونوا مناح. أنت منيح رفيف؟ عم بتوجع كتير. دكتور، 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 اطلع لبرا أنت عمران بيك. تفضل إذا بتريد. جهزوا غرفة العمليات فورا. عمران كيف بنتي؟ خير خير، دكتور عندها هلا، لا تخافي. رفيف عمران، هي آلام الولادة، رايحين على غرفة التوليد. دكتور لو سمحت، امي بخيلكم ساعدوها. عمران كرمال الله بشرني، كيف بنتي وحفيدي؟ مبروك علينا خالي سلطاني، رفيف بخير وابني بخير. ألف حمد وشكر يا الله، تلطف فيهم هن الاثنين. صار عندي ولد. أنا هلأ صرت أب. قديش صغير؟ بهالمرحلة الأولاد بيكبروا بسرعة وبيتغيروا، المهم صحته منيحة، نشكر الله. رفيف كيفها؟ أمتى رح تطلع على أوضتها؟ كتير منيحة، بعد شوي رح ننقلها، أنا رح أكشف على البيبي وبعدين بتجي دكتورة الأطفال حتى تعينه، بس من هلأ بحب إلكن وطمنكن صحته للطفل كتير منيحة. الحمد لله على سلامتهم. شكرا. عمران وين ابني؟ ليش ما رح يجيبوا لهون؟ لا تخافي، لازم يضل بالحضنة هلا، كتير منيح صحته بخير. من شوي الدكتور دخل لعنده مشان يفحصه، وبعد شوي بيجي وبيطمنا، لا تاكلي هم. ولو كان بدي اقوم شوفه. بنتي حبيبتي، نحن اجينا من عنده وابنك كتير منيح، ولو في شي مو منيح كنت شفتي وجهنا عم تضحك؟ ها هيك ها، نور عيون امها كبرت وصارت ام وقلقانه وخايفه على ابنها. يربى بعزك ودلالك. ألف مبروك. الحمد لله على سلامتهم. ابني منيح؟ ابن حضرتك كتير منيح، رغم الولادة المبكرة ما كان في مشاكل، صحته ووزنه ممتازين. نشكر الله. ليش لهلأ أحاطينه بالحضانة؟ ما في مجال يجيبوا لي إياه على الأوضة؟ مجرد إجراءات احتياطية، رح يضل هونيك الليلة، بس بكرة فيكن تجيبوا لهون وبعد شوي فيك تشوفي لحتى تطعمي. حضرتك كمان منيحة، بالأول اثنيناتكن خوفتونا، بس تجاوزنا هالمحنة بنجاح الحمد لله. الممرضة رح تساعد حضرتك بإرضاع المولود، مبروك كمان مرة. يربى بيعزكن. العفو. شكرا. أنا صرت أم هلأ؟ إيه
ريحة مراد رح تعبي الدنيا عمران. رفيف، انت عملتي مني اليوم أسعد رجل بالدنيا. انت حبيبتي. رح أسعدك لآخر يوم. بعد الولادة أخذوا مني مراد فوراً. كنت خايفة لأني ما لحقت شم ريحته. حتى أنا ما قدرت أحمله لهلا. رح نستنى ليطلع من الحاضنة. ليك قديش حلو، بس صغير كتير ما هيك؟ ايه صغير، بس معجزة كتير كبيرة، واحدة من معجزات الحياة. يروحي يروح أمك. عمري أنت. لا تبكي، لا تبكي. ليكي مراد هون جنبنا سعيد وبصحة وعافية، وانتي كمان هيك. شو كنت مرعوبة اني ما اقدر شوفه. وقتها بس فهمت مريم كتير منيح. بكفي، صدقيني مراد رح يكون الدواء لجروح على مريم. ان شاء الله. بس بوعدك ما رح يكون في ايام سودة بعد اليوم. خلاص، طول ما انتوا الاثنين جنبي ما في شي بهالدنيا رح يزعجكم. بعرف بعرف. هالشي سوا. إذا شقي أنت بدير بالك عليه، وإذا كسلان أنا. شو هدول؟ جبت الأغراض الناقصة، أواعي وحفاضات وشوية أغراض قالوا لي عليهم الممرضات. أمي كمان كانت محضرة شوية أغراض فائت بلشت فيهم من الصبح، بس نسيت جيبهم. بابا كمان فاق من بكير، قال لأمي بدي أشوف حفيدي. مالو قدران يستنى. حبيبي انت كمان تعبت، يا ريتك نمت شوي. انتو كونوا بخير وانا بنام. عمران بيك، بدي اشكرك كتير على هالضيافة. صحتين وهنا. رفيف خانم، حابين ضيف حضرتك كمان. البيك حلانه ولازم تتحلوا انتو كمان معنا. إن شاء الله يربق منكم بخير وسلامة. كلك ذوق. البيك الصغير باينته نايم، حاولي ما تسمحي له ينام كتير. مثل ما قلت لك لازم تفيقي من وقت للتاني وترضعي. أنا رح كون برا، إذا لزمكم مني أي شي اندهولي. نايم مثل الملاكي، فتو يجي من قلبي فيقه. تركينا. قال بينزل عنده السكر، لازم أني رضعه من وقت للتاني. شبعت حبيب بابا؟ وهلأ بدك تنام. اختي حبيبتي،
عيشك لذيذ. أمي ليكي قديش صغير. ما شاء الله، الله يحميك من العين، ما شاء الله. لا تأخذنا ابني، نسينا نصبح عليك من فرحتنا بهالأمور الصغير. ليش مراد أفندي ترك فينا عقل؟ أمي، مو على أساس رحتي تنامي، شو اللي جابك؟ شو بعمل يا بنتي؟ أول ما طلعت من الباب اشتقت له كتير لهالأمور. رحت على البيت شفت لك نازلي محضرة حالة وقال بدها تجي، ما عاد فيني ضل. جلال أنت تأخرت كتير والقطار رح يفوتك. ها الله يسامحك يا رفي. رفي أنا لازم سكر هلأ، وصلت المصورة، بعدين بنحكي مع بعض. أهلين كريمة خانو. أهلين، كيف حضرتك عمران بيك؟ والله متوتر، فرحان، شو ما بدك حاسس فيه، اجى الولد وتغير الدنيا. حلو كتير، مبروك ما إجاكم البيبي وزوجتك جوا؟ طبعا طبعا، هي هي الأوضة، تفضلي. تفضلي كريمة خانو. كريمة خانو مصورة محترفة، حكيت لك عنها وبعتت وراها كرمال تاخذ صور لمراد وإلنا. نازلي يلا تعي، خلينا نشرب شي تحت وانتو شوفوا شغلكم. والله كل شي صار فجأة، ما لنا محضرين شي. بمين نبلش؟ بلشي بالأول مع مرتي الحلوة وابني الشخصية، بعدين أنا. تفضل حضرتك معهم. فوتوا فوتوا يا روحي، انتوا لا تواخذونا فيقناكم. ما شاء الله، ألف مبروك يا بنتي. يا روح ستك انت، ما شاء الله، ليك قديش حلو، بياخد العقل ما شاء الله. ريتو ألف مبروك ما إجاك عمران. شكرا أخي. كيفك هلأ يا بنتي؟ شكرا بابا زياد، أنا منيحة وابننا كمان منيح، صحته منيحة، منشكر الله. الله يبعت له أيام تكون منيحة. آمين. مبارك ما إجاكم رفيف. إيه، هاي حكمة رب العالمين، بياخد من جهة وبيعطي من جهة، والحياة كيف ما كان بدها تستمر. ليك ليك زياد بيك، ملامحه وعيونه مثل عمران تمام، ما شاء الله. ما شاء الله قديش طالع حفيدي حلو، ما شاء الله. ما شاء الله. الله يفتح طريقك ويبعت لك أيام حلوة. آمين. إن شاء الله ابنك يكون مثلك رجال شهم ومعدل، ويخليك فوق راسه يا عمران. بكفي يطلع مثل جده. هاي ذكرى من ستي، أم أمي، وكنت حبها كتير، وأمها أم لبستها إياها. من هلأ ورايح صارت بأمانتك، راح تجيب لك الحظ إن شاء الله، وعقبال الذرية الصالحة، وتضلي فوق راسه. آمين. شكرا بابا زياد. الأوضة صارت شوب كتير، يعقوب خلينا نطلع نغير جو. لا هلأ لسه وصلنا. أنا طالعة وأنت إذا بدك خليك، إذا حابب تضل. طيب جاي بالإذن راجع.
لك شيء. نحن كمان تعلمناه من امهاتنا نعمت خانم. انا رح اجيب لك المغلي اللي بعمله على ايدي، بدر حليب كتير. انا امي علمتني نفس طريقتك نعمت خانم. سلطانه خانم بس انا. لك انتو شو صاير معكم احكوا لي؟ عمران عم بسمع الكلمه وعم باكل وبشرب بس ما عم يتركوني اثنيناتهم. يلا صار وقت انه الامهات يروحوا يرتاحوا. عمران المره بالنفاس ما بتنترك لحالها. امي انا هون ما بيصير لشي. يلا لا ما بصير، انا ام البنت وما فيني اتركها لحالها. خالي سلطاني هلا رح يجوا الناس يباركوا لكم، واذا لقوكي بالبيت رح يكون احسن. يلا يلا سلطاني خانم يلا. نحن بخير امي لا تقلقي، انت كمان روحي ارتاحي. يلا بشوفك اختي. الله معك حبيبتي. بشوفك مراد. يلا بنتي تفضلي نعمة. طلعي قدامي سلطاني خانم يلا يلا. عم يتعزم. يا الله فرحوا كتير واتنيناتهم تعبوا معي، خليهم يرتاحوا. ايه بس انا اشتقت لمرتي. مرتك اشتقت لك اكتر حبيبي. نحنا مو لحالنا، صرنا ثلاثة هلأ. ايه انتبهت، في قبضاي وراح اشرح له طريقة أدبية انه ما بقبل يشاركني مرتي ولو شو ما عمل هالأزعار. تعرف شو كنت عم فكر؟ قديش نزلوا دموعي كرمالك وقديش تعذبت، بس كرمال هاللحظة هي كل شي، كرمال انه نحمل ابننا بحضننا عمران. هالسعادة ما ببادلها بأي شي تاني. منيح انك اجيتي لهون، ومنيح انك دخلتي على حياتي. اهلا وسهلا. انت منحتيني المعجزة الاكبر بالحياة رفيف. بحبك كتير. انا كمان بحبك كتير. اذا بطلب منك شي بتعمله؟ طبعا. بصراحة المفروض انه بابا زياد يعملها لانه هو جده، بس انا بدي اطلب منك تقول اسم ابننا باذنه. ممكن عمران؟ اذا انت هيك بدك. ايوه شو هالجمال كله يا الله. شو كأنه رح ينام، نحطه محله؟ شكلي رح كون أم صعبة كتير عمران، ما عم بقدر أتركه بنوب. بدي ما تعملي غير اللي بريحك، أنت بتعرفي تتعاملي معه. أحياناً بخاف كتير أني أغلط بشي شغلة معه. ما بتغلطي لا تخافي، أنت أروع أم بكل الدنيا. أنت كمان مالك سهل. الله أعلم كيف شكلي، خايفة أطلع بالمراية وشوف وجهي. أنتوا الاثنين كمان حلوين كتير. يلا نايمي. قرب بدي فرجيك شغلة برجله.
أولاد إله وحمة. لازم ترتاح، تعبت كتير اليوم. أنا منيح ومبسوط كتير رفيف. شوفي ما في شيء، حبيت أقول اسمك مثل ما قلت لك من شوي. لا تخافي من أي شيء، بحب نادي لك باسمك. ما بعرف، مرعوبة عمران، خايفة تنتزع علينا هالفرحة ونفيق من هالحلم. لا تخافي، كل شيء ممكن نخاف منه بعيد عنا. في جواتي إحساس كتير غريب، وكأنه في شيء رح يصير وكل شيء رح ينقلب فوقاني تحتاني. أنا عم فكر بهالسعادة اللي بعت لنا إياها الله. فكري مثلي.